بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الخامس من الدرس الثاني بعد ان قمنا بحل التمرين السابق وكان في نظام خطي مكون من ثلاثه مجاهيل في ثلاث معادلات ورأينا ان له حلا وحيدا الان ندرس نظام خطي اخر مكون من ثلاثه مجاهيل في ثلاث معادلات وله عدد لا نهائي من الحلول. في البداية نحول هذا النظام الخطي إلى مصفوفة موسعة. لحسن الحظ أن أول عنصر في الصف الأول من اليسار هو واحد، فالليدينج 1 هنا في هذه المسألة جاهز. بقي أن نصفر الأعداد التي في أسفله. قي نصفر العدد ثلاثة ماذا نفعل؟ نضرب الصف الأول في معقوسها الجمعي اللي هو سالب ثلاثة ثم نجمع الناتج على الصف الثاني وبالمثل نفعل في الصف الثالث نضرب الصف الأول في سالب أربعة ونجمع الناتج على الصف الثالث فنحصل على صفا أول عنصر فيه صفرا يمكن عمل هاتين الخطوتين في خطوة واحدة أو كما نقول بالمثل العربي نضرب عصفورين بحجر واحد فنضرب الصف الأول في سالب ثلاثة ثم نجمع الناتج على الصف الثاني ونضرب الصف الأول في سالب أربعة مرة أخرى ونجمع الناتج على الصف الثالث فتكون المصفوفة الموسعة في ثوبها الجديد التالي الصف الأول كما هو إذا ضربنا الصف الأول في سالب ثلاثة وجمعنا الناتج على الصف الثاني كان شكله النهائي كالآتي صفر سالب سبعة عشر سالب عشرة بالمثل إذا ضربنا الصف الأول في سالب أربعة وجمعنا الناتج على الصف الثالث كان شكله النهائي كالآتي صفر سالب سبعة أربعة عشر سالب عشرة نلاحظ هنا أحبتي أن الصف الثاني والصف الثالث متشابهين بل متطابقين وهذا معناه أن هذا النظام اختزل في معادلتين فقط وليس ثلاث معادلات كما سبق أي أن عدد المجاهيل ثلاثة والمعادلات اثنين وفي هذا النوع من المسائل يكون تمثيل الحل في الشكل البارامتري أي أنه له عدد لا نهائي من الحلول ولكي نرى صورة المصفة الموسعة بشكل أوضح في حالة وجود عدد لا نهائي من الحلول لو طرحنا الصف الثالث من الصف الثاني ستجد الآتي بينما الصف الأخير كله أصفار وهي علامة أن لنظام خطي يوجد عدد لا نهائي من الحلول لماذا؟ لأننا حذفنا معادلة من النظام فأصبح عدد المجاهيل أكثر من عدد المعادلات ولكي نحل هذا النظام باستخدام التعويض الخلفي بقي خطوة واحدة حتى يكون هذا النظام في الرو إشلون فورم وهي أن نجعل أول عنصر في الصف الثاني ألا وهو سالب سبعة واحدا ماذا نفعل نضرب الصف هذا في سالب سبعة بمعنى أننا قسمناه على سالب سبعة سالب سبعة آر R2 بينما الصف الثاني واحد سالب اثنين عشرة على سبعة نبدأ الآن بالتعويض الخلفي ولكن المتغير هذا يعبر عن أول واحد في الصف الأول يعبر عن متغير x وأول واحد في الصف الثاني يعبر عن متغير y بقي الزد وهو ما نسميه free variable أي أنا نأخذ نجعله يأخذ أي قيمة بارامترية على رمز r s t وهكذا فنقول مثلا أن زد يساوي t حيث أن هذا t أي عدد حقيقي نبدأ بالتعويض في المعادلة الثانية واحد هذا هو معامل الواي ناقص اثنين هذا معامل الزد اللي قيمته تي يساوي عشرة على سبعة أي أن واي تساوي عشرة على سبعة موجب اثنين تي نعوض بقيمتي زد وواي في المعادلة الأولى نحصل على المتغير إكس واحد هذا هو معامل الإكس زائد اثنين وهي معامل الواي اثنين ضرب عشرة على سبعة زائد اثنين تي ناقص ثلاثة وهي معامل الزد اللي هو تي يساوي أربعة نفك الأقواس إكس زائد عشرين على سبعة زائد أربعة تي ناقص ثلاثة تي يساوي أربعة نترك إكس في هذا الطرف وننقل باقي الأعداد إلى الطرف الثاني أربعة ناقص عشرين على سبعة، أربعة تي ناقص ثلاثة تي يساوي تي يذهب إلى الطرف الثاني بعكس الإشارة سالب تي أي أن إكس تساوي سبعة ثمانية وعشرين ناقص عشرين ناقص تي أي أن إكس في النهاية. تمنيه على سبعه ناقص دي